ساعات كتير أظن من حقك إنك تفكر في مصر باعتبارها دولة عظيمة من زاوية. مصر فعلا طول الوقت هتلاقي اتجاهاتها ودوافعها الأول أي شيء في البداية بتاعها إنساني. يعني مصر أول حاجة بتحرك العقل الجمعي المصري، تحرك الدولة المصرية، تحرك المؤسسات المصرية، هي الدوافع الإنسانية أولا. عشان كده هتلاقي أنه التاريخ الطويل جدا 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 للجيش المصري بالتحديد يعني، وهفهمك ليه. ويمكن بعض الكتابات بتشير إلى أنه جيش عمره أكتر من 12 ألف سنة، عمره ما كان جيش معتدي، عمره ما كان جيش محتل على الإطلاق، على الإطلاق جيش بيحافظ على الأمن بتاع الحدود السياسية. وأظن أنه مصر هي من مش من أوائل، هي أول دولة يبقى في عندها وعي لمسألة الأمن القومي، يعني تأمين حدودي مش من الداخل ولكن كمان من الخارج. يعني لو حصل أي شكل من أشكال الاعتداءات على الحدود المصرية فكان الجيش المصري، شوف أنا بكلمك على بيصل في بعض الكتابات والدراسات لحوالي 12 سنة، ده 12 ألف سنة أنا آسف، إنه يدافع عن الحدود وبعدين يبدأ يتمدد لحماية الأمن القومي وبعدين يتأكد أن كل شيء أصبح مستقر. هتيجي تقولي ما هو ده يبقى احتلال، أقولك لا، ده كان بيحط تمركزات، أنا بكلمك فعلا مش هزار، يحط تمركزات خارج حدوده ويبعت للقبائل اللي موجودة والشعوب اللي موجودة في هذه الأراضي أكل وشرب، فعلا مش هزار، أكل ومية، ويأمنهم من الاعتداءات بعد ما يكون نهى أو انتهى تماما من أي شكل من أشكال التهديد. وبعدين بالتدريج يبدأ يعود الجيش مرة تانية إلى تأمين الحدود المصرية على مدار آلاف السنين. التوجه بتاع العقل المصري، دولة، مؤسسات، عقل جمعي، شعب، يعني هو دوافع إنسانية أولا. شعب مسالم، ولكن ما تفهموش غلط، يعني إيه؟ في فرق ما بين مسالم وينفع تيجي عليه. أنا واحد من الناس أصف نفسي إن أنا شخص مسالم جدا، لا أبدأ بالاعتداء على الناس، أي حد من أصحابي، أهلي، أصدق، عارفين كده، لا أبدأ أبدا بالاعتداء على الناس، بس ما تقرب ليش. أنا زي بقى كده، زي 105 مليون مصري، 105 مليون مصري كده، إحنا ناس مسالمين، ما تقرب لناش، عشان لو قربت هتجرب، ولو جربت هتزعل أنت وكل اللي يعرفوك. بتستمر المساعدات المصرية لغزة، تدفق المساعدات لغزة، مش بس كده، ودخول أهالينا المصابين والجرحى للعلاج في جمهورية مصر العربية. بمنتهى البساطة دي مصر. هتيجي تقولي بس أصل فصل يمكن عشان انتوا على الحدود، أقول لك يا راجل بتتكلم جد؟ طيب، يعني لو افترضنا جدلا أن هناك حالا ما، بضع حالات، عشرات الحالات من الممكن أنه يتم نقلها عبر طائرات مجهزة طبيا للإسعاف وصولا إلى أكبر وأدخل عاصمة في الدنيا، هيقولوا طيب حاضر. طب لو هو طيب حاضر ما عملوش كده ليه؟ مصر. معانا على التليفون أستاذ محمود صدقي، منسق أو أحد المنسقين على معبر رفح بمجلس القبائل والعائلات المصرية. أهلا 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 بيك يا أستاذ محمود. أهلا بيك يوسف بي، مساء الأنوار على سيادتك وعلى كل الشعب المصري والشعب العربي. عامل إيه يا سعادة الباشا؟ أهلا بيك من سيناء، وأهلا بيك من مصر، وأهلا بيك بكل مشاهدينك. أهلا بيك أنت ومنور البرنامج، وصوت سيناء نورنا جوه القاهرة. عايز أتكلم معاك على التنسيق اللي بيقوم به مجلس القبائل والعائلات المصرية في الأوضاع الراهنة ومن على معبر رفح. والله يا فندم الحمد لله، مجلس القبائل والعائلات المصرية بيقوم بدور وطني شريف، وطني كبير، بيقوم بملحمة وطنية. طبعا الملحمة دي تتماشى مع خطط الدولة ونهج الدولة وقرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الكامل والمطلق للقضية الفلسطينية. احنا عايزين نقول لسيادتك ان الجهود المصريه العظيمه اللي تقام الان على معبر رفح البري هو استكمال لمرحله او استكمال لنصر اكتوبر المجيد.
احنا بنشوف ملحمه وطنيه على المعبر، بنشوف خليه نحل مجتمعيه سياسيه تنفيذيه ايضا على معبر رفح، بنشوف النهارده استقبال اخواتنا الابطال الاشاوس اللي شايلين يعني اكفانهم على ايديهم وبيحاربوا باسم الوطن العربي كله. اخواتنا واصدقائنا وحبايبنا من فلسطين وهم بيعدوا النهارده من معبر رفح، احنا عايزين نقول لسيادتك ان احنا النهارده بنستقبلهم. مش هكذب عليك، احنا حزنانين وتعبانين وبنتالم، ولكن عندنا ثقه في الله وثقه في اخواتنا الرجاله وثقه في قياداتنا في الوطن العربي وفي في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان ان شاء الله بدعم القضيه الفلسطينيه قريبا جدا 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 هنبل الشربات وهنوزع الورد وهنقول احنا وطن عربي قوي، أمة واحدة، أمة الحمد لله وبفضل الله مش هيقدر أبدا أبدا أي مغتصب وأي كيان يقدر ينال مننا ومن وحدتنا ومن تكاتفنا ومن إن احنا هنكون يعني دائما وأبدا على قلب رجل واحد. مصر ولادة، مصر بخير، مصر قادرة إن هي تكون دائما وأبدا هي يعني كلمة السر في كل معادلة. احنا بنشوف يا فندم حرب، يعني حرب صعبة، حرب ضد الإنسانية في المقام الأول، ضد الإنسانية، حرب فاقت كل الأديان، حرب احنا يعني مش هنقول احنا بنرفضها لأن حرب احنا يعني كانت معانا قبل كده وانتصرنا فيها، انتصرنا فيها بالتكاتف وطني شعبي وبقيادة جيش مصر العظيم اللي دائما وأبدا هو مسافة السكة لكل الوطن العربي. والله شفنا يا فندم سيادة الرئيس منذ تولد مهمة قيادة مصر وكان شعار واحد، احنا مسافتنا مسافة واحدة من كل الوطن العربي، احنا مسافة السكة. شفناها في ليبيا، شفناها في غزة، شفناها فين تاني، شفناها يعني في كل دولة بيحصل فيها أزمة والله، وشفناها في ردع اعتداءات حصلت على بعض الدول أيضا، ومصر يعني بسطت جناحيها فكله راح راجع لورا. يعني فندم انا عايز اقول لسيادتك انا كمواطن مصري لما الاقي قيادتي السياسيه بتعبر عن الحاجه اللي بتدق في قلبي انا عندي استعداد اعمل كتير، عندي اضحي بالغالي والنفيس. تخيل بقى ان احنا 120 مليون سياده الرئيس بيطلع في كل كلمه في كل خطاب بيعبر عننا، بيعبر عن راينا، بيعبر عن احاسيسنا ومشاعرنا. احنا في ملحمه وطنيه في شمال سيناء، في ملحمة وطنية في شمال سيناء حقيقي، أنا بقول الكلمة دي واعي تماما اللي أنا بقوله. والله طول عمركم في ملحمة وطنية يا صديقي العزيز، يعني هي دي أول مرة ولا ده أول مشهد ولا ده أول موقف؟ مواقف أهالينا المصريين السيناوية معبرة على مر التاريخ حقيقي يعني، وعلشان كده أقول لك يسمع من بقك ربنا على كل اللي أنت قلته. والله يا فندم أنا عايز أقول لسيادتك إن سيادة الرئيس في الخطابات اللي كانت يعني بعد موضوع الاحداث والكلام ده وتتماشى مع الاحداث، مش هكذب عليك احنا حسينا ان القضيه يعني مش رجعت تاني، لا هي يعني خلاص يعني زي ما بتقول كده فعلا مسافه السكه هانت يا رب بجد يعني يا رب يا احنا رب. بنشوف يعني شباب زي الورد، احنا بغض النظر بقى عن اي حاجه تانية، احنا قلبا وقالبا مع الدوله الفلسطينيه، قلبا وقالبا مع كل دوله عربيه، فلسطين في القلب دوما وليس يوما. كلنا واحد، كلنا واحد. انا بشكرك جدا 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 استاذ محمود صدقي، احد المنسقين على معبر رفح بمجلس القبائل والعائلات المصريه.